ينضم إلينا مباشرة من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. أحمد، يعني ما هي آخر التطورات بشأن انطلاق عدد من الصواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل؟ نعم، تحياتي لك في البداية. اليوم هو الأعنف والوتيرة الأعلى في القصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. حزب الله اللبناني أعلن اليوم استهداف 5 مواقع عسكرية إسرائيلية في طول الحدود في القطاع الشرقي أو القطاع الغربي أو القطاع الأوسط أيضا، وكان هناك أيضا قصف إسرائيلي مكثف سواء بالمدفعية من الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي أو عبر مسيرات، كان آخرها استهداف موقع يارين في القطاع الأوسط في الحدود اللبنانية الجنوبية. وهذه المنطقة كانت هناك جولة لعدد من الصحفيين في هذه المنطقة، وتم استهداف عدد من المواقع بالقرب من هذه الجولة. لم يصب أي من المشاركين في هذه الجولة بأي أذى، ولكن هناك استهداف مكثف لهذه المنطقة يارون في الحدود أو في القطاع الأوسط من الحدود الجنوبية اللبنانية. أيضا هناك قصف مكثف في القطاع الغربي وتحديدا في منطقة النقورة وعيت الشعب وعدد من المناطق الأخرى، وخصوصا المناطق الحرجية أو المناطق الزراعية التي يعتقد الجيش الإسرائيلي أن هذه المناطق تستخدم فيها منصات لإطلاق الصواريخ باتجاه الأهداف العسكرية الإسرائيلية. اليوم هو استمرار لوتيرة التصعيد المستمر من منذ صباح الأمس. هناك العديد من العمليات الموجهة التي حققت أهدافا محددة سواء بالصواريخ أو بالأسلحة المناسبة في كل عملية من العمليات التي تعلن عنها المقاومة الإسلامية تباعا على مدار اليوم والأمس. طيب أحمد، يعني هل بالفعل هناك توقعات في لبنان بأن تتسع رقعة الصراع ولتدخل لبنان بشكل أكبر في عمليات عسكرية مع إسرائيل، أم أنهم يعني ما زالوا ربما في حدود الاشتباكات المتعارف عليها ربما في فترات أخيرة؟ نعم، هناك توقعات بالتأكيد بتوسيع رقعة الحرب في الجنوب اللبناني. الجنوب اللبناني في الوقت الحالي يشهد حربا حقيقية، هناك قصف متبادل كل على مدار الساعة منذ الأمس تحديدا. هناك تصعيد غير مسبوق في العمليات في الجنوب اللبناني وتحديدا الشريط الحدودي، البلدات الموازية للشريط الحدودي مع الجانب الإسرائيلي. وأيضا الجانب الإسرائيلي يشهد العديد من الرشقات الصاروخية التي تخرج من الأراضي اللبنانية. المخاوف الأكبر أن تتوسع دائرة الحرب وتصل إلى مناطق أوسع بما في ذلك العاصمة اللبنانية بيروت. الحكومة اللبنانية نفسها تتحسب لهذا الأمر وعدت خطة طوارئ في حال أي عدوان إسرائيلي محتمل على كافة الأراضي اللبنانية، بما في ذلك خطة أو تشمل خطة الطوارئ أيضا سيناريوهات تعرض المطار لأي أذى أو الموانئ البرية والبحرية للبنان لأي اعتداءات من قبل العدوان الإسرائيلي المستمر. وذلك نظرا لأن العدوان الإسرائيلي كما يرى اللبنانيون أنه لا يتوقف عند أي حدود تتعلق بالعمليات العسكرية أو القصف المتبادل أو مواجهة حزب الله، ولكنه الخطر الأكبر أن تشن إسرائيل حملة موسعة وحربا موسعة تشمل كافة الأراضي اللبنانية بما في ذلك المدنيين ومنشآت البنى التحتية كما حدث في الجنوب اللبناني على مدار الأسابيع الماضية. لكن أحمد، الرسائل التي يعني ذكرها حسن نصر الله في خطابيه سواء الخطاب الأخير أو الخطاب الذي سبق، كانت تقول أنه لا نريد توسيع دائرة الصراع، لكن ما يجري على الأرض شيء مختلف ربما تماما. يعني نحن لدينا ربما بعض التناقض هنا في الرسائل التي نسمع إليها من القيادات في حزب الله وبين ما يحدث في الأرض. ربما هناك عدد من المواقف التي تبرر أو تظهر مدى التوافق بين هذه المواقف وإن كانت متناقضة في ظاهرها، ولكن
هناك إصرار من قبل الحكومة اللبنانية على المستوى الرسمي، على المستوى السياسي هناك أيضا هذا الإصرار، حتى على مستوى المقاومة الإسلامية في لبنان هذا الإصرار، وهو ألا يدخل لبنان في حرب مفتوحة ومباشرة مع الجانب الإسرائيلي. ولكن فيما يتعلق بالسياسة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية بشكل رسمي، هذا الأمر مرهون بوقف الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية المتكررة على الحدود الجنوبية وتطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، والذي أنهى الحرب في حرب تموز عام 2006، والذي يتضمن إزالة الاحتلال الإسرائيلي من كافة البلدات اللبنانية في الجنوب ووقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. أما على مستوى المقاومة فهذا الأمر أيضا هو مرهون بأمرين، هو وقف الاستفزازات والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، والأمر الآخر هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. فهناك عمليات تنفذها المقاومة الإسلامية في لبنان أو حزب الله باسم الصقر من العمليات التي تنفذ في الجنوب اللبناني، مثل استهداف سيارة للمدنيين كان بها 3 أطفال وسيدة، مما أدى إلى استشهادهم 4، وأيضا استهداف سيارة للإسعاف وأدى إلى إصابة 4 مصابين، واستهداف مشروعات كبيرة للبنى التحتية. الجنوب اللبناني يعيش أو تعيش مناطق منه كثيرة بلا كهرباء وبلا مياه بسبب القصف الإسرائيلي المتكرر لهذه المناطق. إذن الحكومة اللبنانية موقفها ورفض الحرب مرهون بوقف الاعتداءات على الجنوب، وأيضا المقاومة مرهون بوقف الاعتداءات على الجنوب وأيضا وقف الحرب في غزة. شكرا جزيلا على هذه المتابعة زميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت.